اظهارات مقتدی صدر در کنفرانس مطبوعاتی علیه دیکتاتوری و خونریزی و فساد حکومت مالکی، بغداد، 18 فوریه 2014، 29 بهمن 92. دیکتاتور و طاغوتی بر گرده مردم حاکم شده که آنها را هدف آتشباری قرار می دهد و با آنها می جنگد و آنها را از هم متفرق می کند تا برای بقای او بر مسند قدرت به او رأی بدهند. بر عراق گرگ های تشنه به خون و باندی که از پشت مرزها آمده اند حاکم شده است. این دیکتاتوری به اسم شیعه و تشیع به کرسی چسبیده است. همچنان که در اخبار روز دوشنبه به آگاهی رسید، مقتدی صدر در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد با حمله شدید به سیاست‌های حکومت مالکی آن را دیکتاتوری و طاغوتی توصیف کرد که بر گرده مردم حاکم شده و آنها را هدف آتشباری قرار می‌دهد و با آنها می‌جنگد. این در حالی است که جنگ و سرکوب در الانبار ادامه دارد و موقعیت ائتلاف حکومت نوری مالکی با کنارگیری مقتدی صدر و استعفای بسیاری از نمایندگان پارلمان بحران سیاسی عراق را تشدید کرده است. توجه شما را به بخشهایی از اظهارات مقتدی صدر در کنفرانس مطبوعاتیش در بغداد جلب می کنیم. فما نحن نرا فها نحن نرا عراقنا الجريح المظلوم وقد خيمت عليه غيمة سوداء فأطبقت على أرضه وسمائه دماء تسيل وحروب منتشرة يقتل بعضهم بعضا فتبا لقانون ينتهك الأعراض والدماء وليسقط ذلك الدين الذي يعطي الحق بحز الرقاب وتفخيخ الآخرين واغتيالهم ثم صارت السياسة بابا للظلم والاستهتار والتفرد والانتهاك ليتربع دكتاتور وطاغوت فيتسلط على الأموال فينهبها وعلى الرقاب فيقصفها وعلى المدن فيحاربها وعلى الطوائف فيفرقها وعلى الضمائر فيشتريها وعلى القلوب فيكسرها ليكون الجميع مصوتا على بقائه. عراق بلا حياة ولا زراعة ولا صناعة ولا خدمات ولا أمن ولا أمان ولا سلام، وانتخابات يروح ضحيتها الآلاف لتتسلط علينا حكومة لا ترعى إلا ولا ذمة، وبرلمان بكراسيه البالية لا يستطيع دفع الضر عن نفسه فما باله لدفع الضر عن الآخرين. عراق يحكمه ذئاب متعطشة للدماء أو نفوس تلهث خلف المال تاركة شعبها في بحبوحة العذاب والخوف. عراق تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من الدكتاتور، من دكتاتورية لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع. أفكار أمير المؤمنين عليه السلام، أفكان أمير المؤمنين عليه السلام يستطيع النوم وهناك في القرب منه جائع؟ وكم ملأوا الأزقة والشوارع بلا سقف ولا حائط أو لقمة عيش، بل يفترشون الأرض الترابية ويلتحفون السماء الماطرة. حكومة متخمة قد نست من هم خلف الجدر المحصنة، قد أعمت عيونهم الأموال والبيوت الفارهة والقصور المزخرفة والطائرات المعدة، غافلة عن سجن اسمه العراق. شعب أبي الضيم، لكن توالت عليه الحروب والظروف ليتحول لقمة سائغة
ويقع بين أفكاك السادة والساسة والقادة. شعب لا يريد لقمة بل يريد عزة وصوتا مسموعا وحرية يبتغي بها مرضات ربه وإثبات نفسه. جاءت حكومة تكتم وتكمم الأفواه وتقتل المعارض وتهجر أصحاب الألسن المعارضة لتملأ السجون بهم وبكل مقاوم حاول تحرير بلده من دبابة الاحتلال أو طيارته. حكومة استأثرت لنفسها كل شيء ولم تعد تسمع لأي أحد على الإطلاق، حتى صوت المرجع وفتواه وصوت الشريك وشكواه، لكنهم لا يسمعون إلا كلام أسيادهم. ومهما عارضهم شيعي أو سني أو كردي اتهموه بالإرهاب أو بالطائفية فيلجؤون إلى القضاء المسيس إلى إنهائه أو إلى جيش لاعتقاله أو غير ذلك من الإعلام المحرف والصور المشوهة مما أنتم أعلم بها. ونحن آل صدر إن لم نستطع تغيير ذلك فنقول: اللهم لا تجمع بيننا وبين الظالمين. فأنا نذرت نفسي للعراق وللإسلام وسأبقى للجميع، وما صدر من قرارات مني أو أوامر لم تتحملوها فغفر الله لي ولكم، ولكني فخور بها إلى يوم الدين لأني حاولت في جميعها الاشتراك في الانتخابات. أراه مع هذا القرار يجب الاشتراك في هذه الانتخابات وبصورة كبيرة لكي لا تقع الحكومة بيد غير أمينة وماكرة والعياذ بالله. الأخوين محافظ الإعمارة ومحافظ بغداد جزاهم الله خير جزاء المحسنين، وليستمروا وليتكاملوا في خدمتهم لشعبهم، وشكرا جزيلا.